في سوريا ورجعوا. قديش من كرتوشة اختيل بها استشهد بها الشهيد محمد البراهمي؟ للناس اللي ما تعرفش اللي ما واكبتش، احنا توا 10 سنين، فما جينيراسيون وقت عمرها 10 سنين. هو 14 رصاصة اخترقت بدنه، وتقريبا 24 رصاصة الكل خرجوا، خرجت من زوز أسلحة، ثم سلاح مسدس عادي، وثم مسدس أو سلاح رشاش آخر، يعني ضربوه بطلقات مختلفة. وأنا كي توا أنا نتذكر صوت الطلقات اللي ظهر من زوز، أنا ما نعرفش في السلاح ولا مسيت ولا 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 مسيت سلاح، معناها لما قلت لهم زوز أسلحة نزلوا، هما نزلوا هما، لا سألوا لا بحث. أنا قاضي التحقيق حكم معي بعد بشهر. نقرأ لك حاجة أنا لقيتها في الكتاب الشهيد محمد البراهمي، الدم ينتصر على السيف، حاجة بقلم ولده عدنان، يقول لك: حتى إذا مات أبي رأيته في عينيه، رأيت في عينيه ثباتا ويقينا لم أرى مثله قط، رصاصة فرصاصتين، حراك ومقاومة، ثوابل من الرصاص اخترق قلبي قبل أن يمس جسد أبي، قفزت من فراشي نحو الباب ووالدتي تصرخ في أن أسرى، اجري يا عدنان باباك قتلوه. الله يرحم الشهيد محمد البراهمي ويرحم شهداء تونس الكل. قديش كانت قاسية هاللحظة؟ قاسية برشا، قاسية وقاسية عليهم هم صغار، ومش عارفة أنا وقتها ردت فعلي، نحس في رأسي دور يدور يدور، رأسي دور يدور بحركة، الأحداث تتسارع قدامي، وأنا الرجل الكرهبة غاطس في الدم، الزوز الكبار شدوه شهد بابا شهد بابا شهد، وأنا قلت لهم سيبوه، والأخرين الصغار الأخرين هكا معناها، مشيت سكرت عليهم الدار، قلت لهم جاتني سارة شنو شنو، قلت له رد بالك تخرج تخرج نوريك، لأني ما حبيتش نشوفه يشوفوه في المنظر هذاك، يعني آخر حاجة شافوها فيها أنه خرج يمشي. ومش عارفة هل أنا مرات مثلا يلوموني يقولي علاش ما خليتيناش نخرجوا، علاش ما خليتيناش نمشوا للسبيطار، أما أنا كي خرجت للسبيطار ما منعتهمش معناها أنهم يمشوا. جاء جاري هزوا، هزيت أنا وياه، تحرك هكا في الكرهبة، هو كان وقتها مازال حي، ليه مازال حي، وصل للسبيطار مازال حي، مخرب أنا مخرب بالرصاص، يعني ميت، ولكن يعني فك الحشرة جس أخرانية، منيش محتاجة وقتها لحد يقول لي راهو باش يموت ولا راهو مات، يعني أنا شفته الدم اللي جرى من راسه من تالي بركة كافي. كان عندي هيك شعور وقتها مش عارفة، اختلطت بي مشاعر مهارتها، وحقيقة أنا هيك جي هيك حسيت بالغربة وبالوحدة، ما أخلت ولادي، اتصلت بخويا لهنا في تونس، اتصلت صاحبه بحذانا قريب علينا، وجاءوا بعدك الأعوان، شو مدجين بالسلاح كان نلقى وقتها يمكن حجم الحقد معناها مفجر فيهم روحي، وجايين توا بعد ما اتخذنا جايين وجايبين السلاح بعد ما اتخذ الراجل ومات، يعني
اللي يجي يكلمني يقولوا مشي من قدام، هم الأمن هم مش مكلمنيش. لكه في الأيامات هذوك الحقيقة من رغم أنهم في داري وولادي في الدار، أما قديش حسيتهم تشردوا، قديش حسيت منتهى منتهى هذيك تشردت بالحق. الفترة هذيك هي تبكي وتحب تمشي ومش فاهمة شنو اللي صار. أطفال التوحد ما يحبوش الزحمة وما يحبوش كثرة الناس وما يحبوش، وهي حسب كارثة صايرة في الدار وديما تبكي وتحب تمشي. كل مرة يهزها حد، وليت أصل أنا ما عادش تمشي هي واحدة من أخواتها. ما أنا أسألش من بعد يجوا يحكولي، جيني جارة تقول لي رمبيته بحذايا، جيني وصاحبتي الأخرى تقول لي راه هزيتهم بحذايا الليلة. اللي صار فينا إحنا يعني لهالدرجة في الفترة هذيك حسيته بضياع، ما نجمتش تلم على العيلة. لا ضياع، حسيت بضياع، أنا مانيش قادرة. رغم أنه صي يعني جيت العشية كان أخواتي جوني وأخويا الكبير العائلة كلها بحذايا واحد، وقاموا مقامي ألف مرة معناها. أنا مانيش نشوف، مانيش نشوف في حد حد، مانيش في ولادي نشوف، مش نتفقدهم. أنت بالنسبة لي كان عشير عمرك استشهد، كان العبد اللي هزز عليك لحمل ما عادش تقول أنا إيش بش نعمل بعد وكيفاش بش نعمل، شنية الدنيا والعيشة. اللي غلب عليا هي الغدرة، الشعور بالغدر. إذا كان أنتم جريمة بحجم جريمة شكري بالعيد وسكتوا عليها، سخن الشارع نهارين وبعد الدفينة كل روح كل واحد روح لبلاستو، بالضرورة معناها باش يتقتل محمد وغير محمد. ما هو بعد تقريبا في النهار الرابع من اغتيال محمد صارتك الجريمة في حق الجيش في الشعام، بيتذكروها كلي هجموا عليهم وقت الفطور وبعد نكلوا بأجسادهم بعد قتلهم. أنا صحيح في قتل محمد معناها لوعة كبيرة وفجعة كبيرة وحاجة ما تتنساش معناها، أما بكيت بقوة في العملية هذه. وربما لأني في اغتيال محمد ما بكيتش برشا، أما تعرف اللي ما فرغت الحمل، فرغت الحمل ولتوا أنا ما نعرفهمش. أنا ما عندي حتى واحد نعرفه من شهداء جيش وشهداء ما نعرفهمش، ولكن راني والله مشوي عليهم الوقت.